اليوم كان عندنا اجتماع ديال المجلس الوطني، وهذا الاجتماع ناقشنا فيه الوضعية الاقتصادية والسياسية في بلادنا، ووصلنا إلى النتيجة التالية، وهو أن موقفنا في المعارضة فهو موقف صائب، بحكم أن مع الأسف الحكومة لا تنصت، لا تتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بل أكثر من ذلك فهي تقوم بسياسة مبنية على الارتجالية وعلى التردد، وعلى كذلك رد الفعل عوض الفعل والاستباقية. وبالتالي فاعتبرنا أن اليوم نحن كمعارضة وطنية استقلالية مجبرون من مواصلة عملنا في المعارضة بتقديم البدائل والحلول اللازمة، والعمل كذلك على الدفاع على المصالح المواطنات والمواطنين والترافع عنهم، وكذلك التنديد بالسياسات التي تؤدي إلى توسيع الفوارق الطبقية والفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية في بلادنا، والتي مع الأسف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية فهي لا زالت في نفس النهج النيوليبرالي الذي قد يؤدي لا قدر الله إلى الضرب التماسك الاجتماعي وضرب كذلك التماسك المجالي في بلادنا. تنعقد هذه الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أولا في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، ظرفية تعرف أولا سكوت الحكومة عن أي توجه اجتماعي، وكذلك عن عجز الحكومة على تدبير حقيقي لمرحلة اقتصادية واجتماعية حرجة. هذا عدم تدبير الحكومة أدى وسيؤدي إلى احتقان اجتماعي، وعليه فإن الحزب الاستقلال من مسؤوليته التاريخية على أنه ضمير الأمة، على أنه هذا الاصطفاف في المعارضة يؤكده من جديد، وتؤكده الوقائع وتؤكده الممارسات الحكومية، على أن حزب الاستقلال لن يقبل أن يدعم أي حكومة أولا تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ليست لديها استراتيجية حقيقية فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، ليست لديها بعد أفق للمملكة ولمقدرات المملكة، ولكذلك لا حتى الاستراتيجية فيما يخص ما نصبوا إليه جميعا. تالي على أنه يؤكد المجلس الوطني هذا الموقف أيضا، ويؤكد المجلس الوطني أيضا حرصه على أنه يكون جزء فاعل في تقديم البدائل، ومن هذه البدائل هو النموذج التنموي اللي كيتعرض اليوم على المجلس الوطني، واللي غادي يكون هو حقيقة مساهمة ديال حزب الاستقلال في إنقاذ هذا الوطن اللي هذه الحكومة أجهزت عليه بفعل سياسات كنقول على أنها ليست لا شعبية فقط، ولكن سياسات إقصائية في مختلف المناحي ديالها. حزب الاستقلال أعلن في لا في المؤتمر ولا من خلال الدورات السابقة ديال المجلس الوطني بأنه يعني سيتموقع في المعارضة، ونحن في المعارضة، وليست هناك أسباب تدعو إلى يعني إلى الدخول في هذه الحكومة، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والتي أبانت عن عجز الحكومة في تدبيرها. إذن فحزب الاستقلال لا يمكن أبدا أن يساهم يعني في حكومة أبانت عن عجزها وعن التجاوب مع القضايا ديال وانتظار المواطنين. فلذلك هذا موقف ثابت وموقف جميع الاستقلاليين والاستقلاليين الذي اتخذ في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محطة، وسنظل كذلك، ولكننا سنساهم من موقعنا يعني في خدمة الوطن من خلال المعارضة، من خلال يعني يعني التشريع، والفريق الاستقلالي بطبيعة الحال تقدم بمقترحات كثيرة، ولكن للأسف هو أنه الحكومة لا تتجاوب. وكذلك على المستوى الرقابي سنقوم بدورنا، وسنقوم بها أكثر خلال ما تبقى في من عمر هذه الحكومة. فالفريق الاستقلالي بطبيعة الحال هو منسجم مع قيادته ومع قرارات الحزب، ونحن في وضع مريح جدا، لأنه بكل صراحة لا يشرفنا يعني الدخول في هذه الحكومة التي عجزت عن حل مشاكلها الداخلية، وبالأحرى أن تنكب
على علاج المشاكل ديال المغاربه المختلفه. وجميع المؤشرات داله على ان الحكومه بطبيعه الحال عاجزه عن تدبير مجموعه من الملفات والاوراش يعني الكبرى اللي من شانها يعني ان تساهم في حل مشاكل هذا الشعب المقهور الذي يعيش تحت ازمات متتاليه، لا على المستوى الاجتماعي التشغيل ارتفاع نسبه البطاله وعلى نسبه النمو كذلك. عجزت الحكومه ان تفي بالتزاماتها برفع نسبه النمو الى 5.5 لا زالت الان 2.3، بمعنى انه الحكومه يعني فاشله بكل المقاييس. فلذلك حزب الاستقلال لا يمكن ان يكون بطبيعه الحال كما يقال يعني عجله السكور، يعني ما يمكنش نكونوا احنا ولا يمكن ان نلعب الاشواط الاضافيه.